السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الفاتحة، فتسميتها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها القرآن العظيم. السبع المثاني لأنه يثنى بها في كل ركعة. أم القرى لاشتمالها على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء. فضل سورة الفاتحة عن أبي عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه، والنقيد هو صوت الباب عند فتحه، فرفع رأسه فقال: هذا الباب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهم نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.